بعد تفوق شركة شاومي في الأسواق الأوروبية وتصدرها أكثر الهواتف مبيعاً في السوق الأوروبي، ها هي الشركة لم تتوقف وتحضر لمفاجأة من العيار الثقيل وهي سلسلة المي 12. لذلك في هذا الفيديو سنتعرف على بعض مواصفات الهاتف، ولكن قبل ذلك أرجو دعمنا بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. أشارت التسريبات أن شركة شاومي تستعد لإطلاق سلسلة جديدة لهواتفها وهي سلسلة المي 12، حيث أن شاومي ما زالت مستمرة على منافسة باقي الشركات كسامسونج وأبل. وكعادة شاومي فإن التصميم الهاتفي يأتي بتصميم جديد على السلسلة السابقة المي 11، وشيء مؤكد أن الهاتف سيأتي بخامات فخمة من الزجاج. وأشارت التسريبات أن الشاشة ستأتي كاملة بدون حواف، حيث ستأتي بحجم 6.8 إنش بجودة الـ QHD Plus من نوع أموليد. كما أشارت أيضا التسريبات أنه سيكون أول هاتف من شاومي سيأتي بالمعالج الجديد سناب دراجون 898. كما أشارت التقارير أن المعالج التابع للشركة العملاقة كوالكوم ستصدر هذا المعالج قبل الموعد المحدد. لذلك قد يعني أن هذه السلسلة من شاومي المي 12 ستطلق قبل نهاية عام 2021، ولم تتوقف شاومي على ذلك، حيث أشارت التسريبات أن الكاميرات ستأتي بدقة 200 ميجا بكسل، ليكون بذلك أول هاتف سيأتي من شاومي بدقة 200 ميجا بكسل. كما أن نوع الذاكرة سيأتي من الجيل الخامس. ولك أن تتخيل أن هاتف شاومي المي 12 سيأتي بسرعة شحن رهيبة تصل إلى 200 واط، وهذه السرعة من الخيال بصراحة، وتبقى هذه مجرد تسريبات في انتظار الإعلان عليه بشكل رسمي ومعرفة باقي التفاصيل. فبعد نجاح سلسلة المي 11 خاصة الهاتف الرائد المي 11 ألترا، ها هي الشركة تستعد لإطلاق قنبلة للمنافسين وضربة قاضية وهي سلسلة المي 12، حيث تأتي بتطورات أكثر تطور من السلسلة السابقة. وفي الأخير، ما رأيكم بسلسلة المي 12؟ وهل حقا شاومي تسير في المسار الصحيح؟ فشاركونا رأيكم في التعليقات. دمتم في رعاية الله وحفظه.